السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا في الفيديو ده نتكلم عن مباراة الأهلي المصري والداخلية في الدوري المصري الممتاز النهاردة، عشان الأهلي هو اللي بينافس بيراميدز المتصدر الدوري بفارق كبير جدا وبيقدم مستويات رائعة جدا جدا جدا، والأهلي هو الفريق الوحيد اللي يقدر يجيب بيراميدز لو كسب المؤجلات بتاعته، أو لو كسب معظم المؤجلات بتاعته يكون قرب شوية من بيراميدز، لان احنا في الوضع الحالي اللي احنا شايفينه في الاهلي المصري صعب جدا انه يوصل لبيراميدز. ليه؟ لان ده مش هو الاهلي اللي احنا نعرفه، رغم ان الاهلي حقق دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، بس حققه بشخصية البطل، يعني مش الاهلي اللي احنا نعرفه، مش هو ده الاهلي المصري المرعب اللي انت بتقول ان الاهلي هو المرشح رقم واحد اللي هياخد البطولة. لكن في بطولة افريقيا السنة دي الاهلي كان اداؤه سيء مع الكابتن كولر، اللي معرفش هو بيفكر في ايه، بيحب جديد، عنده مصنع كوكاكولا وشغال فيه من ورانا واحنا ما نعرفش، في حاجات كتيره جدا شغل كولر والجهاز الفني انه يقدم مستوى عالي، لان الاهلي فيه مجموعه لعيبه. لكن لما نيجي نفردهم النهارده ونبص في مباراه الداخليه، اللي الداخليه في المركز الاخير اللي بشكل كبير جدا ضمن الهبوط وريح نفسه، وبشكل كبير ان هو خارج ان هو يفضل في الدوري الممتاز. فالنهارده انت بتكلم الاهلي اللي هو هينافس على البطوله وبتلاعب المركز الاخير، فحقيقتك ان انت تكسبه بفارق كبير. مع ذلك ضيف ان الاهلي بقى له فتره بيكسب بالعافيه، الاهلي بقى له فتره بيكسب بالعافيه، الماتش اللي فات والماتش اللي قبله واللي قبل قبله نتائج او اداء النادي الاهلي غير مقنع بالمره لاي حد. انا بحس يا جماعه إن الأهلي في الفترة الحالية قلب على مركز شباب الحوندية، مركز شباب شبرا القيمة، إن ده مش هو ده النادي الأهلي. الأداء النهارده لا تقول لي ده قفشة ولا ده حسين الشحات ولا ده كهربا، كهربا النهارده ضيع كورة من جوه الستة على خط الستة يا جماعة، يعني مودست جدنا مودست صلح له كورة في على خط الستة فقلش فيها كهربا. كهربا بيفكر في الإعلانات برضه وبيشوفه إن هو هيطلع في فيلم سينمائي قريب ولا لأ، ولا مش عارف إيه اللي شغلك. فإذا في تفكير وفي تشتيت بعيد جدا عن الكورة بالنسبة لعيبة النادي الأهلي. الإعلانات ممكن تكون واخدة جانب، في أنشطة أخرى واخدة لها جانب عند لعيبة الأهلي. لما تيجي تقول لي العريس محمد هاني النهارده مش قادر يشوط الكورة، مش قادر يرفع الكورة، مش قادر يرفع عرضية، الكورة غير منظمة، الأداء غير جيد بالمرة من النادي الأهلي. وفي وقت من الأوقات كنت تحس إن النهارده إن الداخلية كانت ممكن تخطف المباراة، ضيعت فرصة كبيرة جدا. واللي هتقول لي عليه إن هو بيلعب وكان عمل جهد وعمال يجري والمكان، أكرم توفيق، اكرم توفيق اللي عامل 2 رباط صليبي. لما يكون اللاعب ده وقيمه اكرم توفيق هو اللي بيجري بروح وباداء وبعزم وبقوه جوه النادي الاهلي، وتقول لي الاسماء دي، يعني انت مثلا لما تقول لي رضا سليم بيعمل ايه؟ انت حاسس ان انت بتلعب في النادي الاهلي؟ يعني انا بتكلم في مجمل، انت حاسس ان انت النهارده انت بتلعب في النادي الاهلي؟ وبعدين تبص لمسيره المباراه كنت تحس ان بين الشوطين عمك كولر هيدخل بقى في جوه اوضه اللبس، هيدي دش ساخن جدا وهيقدر ان هو يرجع الموازين ويعدلها. ما انت بتلعب النهارده 4-3-3، فين الجمل بقى اللي انت بتعملها في 4-3-3؟ العرضيات لا حسين الشحات عارف يرفع، ولا رضا سليم عارف يرفع، ولا مجدي قفشه عارف يعرض كوره، مفيش. الاداء من اول الكره ما بتطلع من ورا ومن خلف عشان توصل للمرمى الثاني اللي كنا متعودين منها للنادي الاهلي، مفيش. وبعدين تلاقي يعني اللعيبه، انا جمهور الاهلي كان قاعد ممكن يحصل له حاجه وهو بيتفرج على المباراه. ليه؟ لان شايف فريقه ما بيعملش حاجه، فريقه ما بيعملش حاجه، مش هو الاهلي المعروف. البطوله صعبه، بيراميدز محقق نتائج متتاليه وانتصارات قويه جدا، هتقدر تلحقه؟ هتقدر تكون في المركبه؟ البطوله بتضيع منك. خلينا باختصار كده ان كولر في المرحله دي بيلم اوراقه وشطب كوره. اللي انا شايفه اتحفظ بنسبه كبيره جدا للمدربين الاخرين، ده اللي واضح بشكل كبير جدا. الاداء بيقول كده ان كولر اتحفظ، فلازم من دم جديد. والخلاصه او كولر في هدف في دماغه، واللعيبه اللي بتفكر في الاعلانات والافلام والمسلسلات والسوشيال ميديا لازم تتقرص شويه، ده لو الاهلي عاوز يكمل في انه ينافس في البطوله. لان النهارده انا راجل بتفرج على ماتش مش هو الاهلي اللي انا اعرفه، مش ده الاهلي.
ده فريق اي تاني، حاجه تاني غير النادي الاهلي المصري. الاهلي اللي بيقطع الدنيا ويكسرها ويجيبها فوق ولتحت ومش عارف ايه، واللي بتحس ان الاهلي مثلا الاهلي ممكن يكون في مباريات بيكون متاخر فيها، بس هو الاهلي المباريات متاخر فيها بس هو الاهلي، وفي مباريات بيتغلب فيها الاهلي المصري بس هو الاهلي. لكن النهارده مش ده الاهلي، ده كلمه ونص. وده مش الاهلي مش النهارده بس، ده المباريات اللي فاتت، ده في افريقيا حتى اللي خدها، مش هو الاهلي المصري اللي احنا نعرفه واللي ليه شخصيته القويه او لا، مش هو ده الاهلي. وشكرا يا عم كولر، ده باختصارا لازم تقولوا له كده، الجهاز الفني في تفكير وفي شكل يا اما محفوظ من الانديه الاخرى، فلعبه ان هي حافظه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وتشكيلته واداءه، كولر بقى حاجه محفوظه صم الصم للمدربين الاخرين، ودي نقطه سلبيه جدا ضد النادي الاهلي. ان استمر بهذا الحال يبقى خلاص النادي الاهلي عليه العوض ومنه العوض في الدوري المصري كأداء، لان هي مش كل ماتش هيمشي معاك بالزق الزق. النهارده يعني ايه كوره يعني عمرو سوليه شايطها راح اتخطى في كعب ولا في رجل اللاعب الداخليه فدخلت، والداخليه كان عامل عليه كمين وبيلم البطايق وبيلم الرخص، وجماهير الاهلي مثلا لعيبه الاهلي تحس ان هي محبوسه في قفص النهارده، هو وخلاص ومغرمين لعيبه النادي الاهلي. والاهلي في اللحظات الاخيره في الدقيقه 85 بيرجع البسمه او بيبكوا على كولر نوعا ما. وبعدين انت مش لازم بقى تعمل زي ما سوماني كان قاعد مع نادي الاهلي لما الفرق كان بيكسب بالعافيه، فوصل لنادي الاهلي لاداء خسر بسبب بطولتين ثلاثه، فده ما ينفعش. النهارده في مؤشرات ان كولر لا يصلح للاستمراريه، إيه وأدى في فتره من الفترات واجباته، خد بطولات، حقق انجازاته بشكل كبير جدا من وجهه نظري البسيطه، انه اتحفظ، عرفت ان هو بيعمل الجملتين ثلاثه بتاعته ازاي. المدربين حفظوا جمل النادي الاهلي، حفظوا جمل مارسيل كولر، فخلاص انت لما حفظت الواحد عرق وجاب ميه. ربنا ان شاء الله يسر ان شاء الله، نجيب حته مروحه كده، بس المروحه بتعمل صوت هتطلع في الفيديو، هنعوض الدنيا دي ونصلحها ان شاء الله باذن الله. بس الزمالك بقى النهارده كان بيلعب فاركو وكسب 2-0، بس الزمالك بعيد عن المنافسه، الزمالك خسر مباريات معرفش خسرها ازاي. البطوله والمنافسه حاليا ما بين بيراميدز وما بين النادي الاهلي، بيراميدز لعب كل مبارياته في الصداره بحوالي 59 بونت تقريبا، 11 انتصار متتالي. النادي الاهلي بيحاول ان يلعب المجلات بتاعته، الاهلي لعب 18 مباراه وبيراميدز لعب 25 مباراه، فرق كبير طبعا، فاضل 7 مباريات فرق. الاهلي محتاج ان هو يكسب ال7 مباريات عشان يجي يلحق بيراميدز، وده انا شايفه صعب جدا جدا في الوقت الحالي بالنسبه للي انا شايفه من اداء النادي الاهلي المصري. الاهلي عاوز يتطور، عاوز يغير حاجات كتير جدا في النهايه. والاهم ده ندعي لاخواننا بشكل كبير جدا وربنا يثبتهم على الحق، وصلوا على النبي، وما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.